مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. لازلنا على تتبع الملف الشهير، ملف تامي بن ناني. اليوم الأطوار ديال الجلسة 27/1. اليوم دفعات الشكلية فيما يخص الدفاع ديال المعتقلين، أستاذ السناوي اللي تناول المرافعة ديالو بطريقة ممنهجة ويناقش في الموضوع في الشكل ديالو بطبيعة الحال حوالي 4 أو 5 نقط قوية اللي كيشوف فيها بطبيعة الحال إشكاليات طرحات في الملف عند السيد قاضي التحقيق. مشاهدينا الكرام، الطريقة والمنهجية ديال القضاء الجالس منهجية ذكية وعلى صلة مع الأطراف كلها، ويحاول بشتى الطرق لإثبات المصداقية في هذا الملف. مشاهدينا الكرام، غنشوفوا الأم حياة كيفاش شافت الأطوار ديال الجلسة اليوم. أم حياة الجلسة اليوم، الدفاع ديال طرف الخصم، مجموعة من النقط كيشوفوها هما بطبيعة الحال نقط اللي هي قوية في صالحهم. كيفاش شفتي الأطوار؟ السلام عليكم. الجلسة اليوم إن شاء الله كانت في المستوى مطلوب، يعني بدات كتاخذ الطريق ديالها الصواب. الدفاع دلا بمسائله بطريقته الشخصيه وبكفاءته باجتهاداته، هذاك كيف كيشوف هو كيفاش عنده القناعه ديالو في القضيه. حنا كطرف مستمع في هذه الساعه هذه عندنا ما يتقال، ولكن ان شاء الله في الدور ديالنا غادي حتى حنا غادي نديروا الدفعات ديالنا اللي غادي تكون في صميم الموضوع، في صميم القضيه ديال تهامي بن ناني. نعم. السؤال الثاني هو السيد الرئيس ملي كيعيط للدفاع ديال المعتقلين، انتم الطرف المدني وتيعيط للام حياه. ناقش معك مجموعه من الامور اللي كتتعلق بطبيعه الحال بانه المراحل ديال الدعوه غدا بطريقه ممنهجه. والشيء الجميل انه كيقول لك اي وثيقه احتجتي حنا راه الاشاره انك تسلميها. يعني هذه الطريقه انا تكلمت عليها في الفيديو السابق وكنعاود نكررها لان هي الحقيقه، طريقه ممنهجه وعنده سيحة الصدر ديالو الرئيس غادي بطريقه ذكيه. بصراحه السيد الرئيس مشكور، هدف الواحد رمز اللي هو رمز الامومه. يعني اول مره في 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 في, في, في هذه الفترات اللي دازت كلها برزت، او هو بالتالي برز لي الامومه ديالي، على الاقل كي يناديني بسميتي وكي يعطيني مباشره اشنو لما تيقول لي مباشره هي الاهداف المتوخات في هذه القضيه وشنو المنهجيه اللي غنتبعوا، وحنا اللي كيهمنا هو ارضاء الجميع وانصاف الجميع. نعم. الملاحظات اللي عندك في هالطريقه اللي كتشوفي انطلاقا من الدفعات الشكليه غادي تكمل ديالهم، غتبدا ديالكم، غتبدا النيابه العامه، هالطريقه اللي غادي بها في الملف كتعطيك انت كأم الطمأنينه انه الملف غادي السكه الصحيحه ديالو في هاد الساعه هادي؟ الملف غادي مزيان، والبلان اللي داير او البرنامج اللي عمل السيد القاضي او السيد الرئيس مشكور، برنامج يعني منظم ومرتب، يعني اللي كل دي حق حقه. هما غيهضروا في نوبتهم وحنا غنهضروا في نوبتنا، هما غيديروا الدلو ديالهم وحنا كذلك، وفي الاخر غندوزوا للمناقشه وغدوز المسائل. انا متاكده ان شاء الله بلي الحقيقه غتبان، الحقيقه ديال تهامي بن ناني غتبان. أنا غنكون معك تاني دقيق في واحد الملاحظة أخرى. السيد الرئيس مع المستشارين، أحد المستشارين ملي قبل يكمل الجلسة عيط لك ويقول لك هالوثيقة اللي كتقلبوا لها هي عندنا، وحنا راه الإشارة أنك تسلموها. يعني كيعطيو قيمة كبيرة للوثائق اللي هي الحق ديالك وديال الدفاع ديالك. كيفاش شفتي الأم؟ أولا هذه خطوة جريئة أو خطوة مزيانة أن السيد القاضي يوريك يعني محضر ولا كتاب أو شي حاجة من هذا القبيل. إنما أنا بصراحة ما كنتش ديرا نضادر، ما كنشوفش الدلوان بزاف، يعني ما عرفتش شنو أنا، حيت أنا عندي بالحوزة ديالي عندي شي وثائق، مي خاصني نشوفها هي باش نعرفها واش هي ولا ماشي هي، ما بانتش ليا في الحقيقة. أما مشكور على الخطوة اللي عمل ديال أنه هاني قلت لك كيوقفوا قدامه، كيوقفوا الدفاع ديال الطرف الخصم وديالكم. نعم. وتيقول لهم حياه حتى هي تجي. نعم. هانا قلت لك تيبرز الامومه ديالي وتيبرز الحق ديالي كأم.
هذا بعد انا جاني مرضي الوالدين من ديبار الحمد لله شيء جميل. ام حياه شكرا لك. مشاهدينا الكرام معايا الاستاذه زين خيار، لعدد كبير من المغاربه تعرفوها، ولكن القانون النقابه ما عندها عليه هروب، لا زالت هي تتحضر معنا كملاحظه فقط. غادي نشوفوا الاخ عبد الصمد الحقوقي له دور كبير بالمسانده بطبيعه الحال ديال الفريق ديال ام حياه رفقه الاستاذ زين وكذلك استاذ علي زيان كيفاش كيشوف الامور. استاذي الفاضل انت حقوقي، منهجيه ذكيه اللي كيتعامل بها الرئيس كيعطي القيمه والاحقيه لجميع الاطراف، كل ما يشوب في الملف كيعطيه قيمه بانه يقلب على اين هي مكامن الخلل باش تدوز جلسات وتدوز هذه المحاكمه محاكمه عاجله كما كيقول السيد الرئيس. كيكون تتبعتي الاطوار من البدايه، كيفاش شفتي الامور ديال الرئيس في الاول؟ هو اولا هذه ثاني جلسه مع الهيئه الجديده، وهذه الجلسه من بين الجلسات التي بدانا نتاكد باننا نسير في الطريق الصحيح من اجل اظهار الحقيقه. وكل واحد من اللي غيوصل انه يدلي بالدلو ديالو بالدفعات ديالو اما ان يقنع الهيئه او لا يقنعها. اذا احنا في المرحله اليوم ديال يعني كمتتبع اولا متخصص في تدبير الشأن العام يعني داخل المؤسسات العمومية، أرى بأن يعني هذه الهيئة تشتغل بطريقة احترافية ومهنية. لماذا؟ لا على مستوى التدبير، باش نكونوا منصفين. شوف ما نكونوا منصفين ما نكونوش حنا كنديروا المزايدات. الهيئة على مستوى تدبير الجلسات تدبير محكم ورائع جدا، على مستوى طريقة التفكير في تنظيم الوثائق، لان مهم انك تنظم الوثائق. تكلم عن جرد وثيقه بوثيقه وضعها في طابلو في لائحه ورقم. شوف يعني تنسميوها تدخل في اطار لو كونترول انترن ديال الوثائق، على طريقه يعني ضمان ان عدم وجود شهود داخل القاعه باش ما يستمعوش الدفعات، باش انهم ما يتاثروش لا بالطريقه على يعني بالمدافعين الدفاع ديال الضحايا او الدفاع ديال المطالب الحق المدني، لا على طريقه التواصل انه عندما يريد ان يثبت ويكون الجديه. لماذا الجديه؟ ملي كيتكلموا في المناقشه كان المستشار يبحثوا داخل الوثائق وداخل الملفات، لان خلقنا نقاش على المحضره 98، ربما لحد الان مازال تنوصلوا الدفعات الشكليه، وغادي الاساتذه اللي كينوبوا بينهم استاذه زينب على المطالب الحق المدني غادي يشرحوا بالتفصيل لماذا نتكلم على المحضره 98 وليس ذاك المحضر الذي موجوده في تلك الوثائق. ولكن اليوم حنا ملي غنتكلموا بناء على الوثائق التي هي موجوده في الملف، عاد غنطلبوا وثائق اخرى نضيفوها في الملف. فاللي جميل جدا وحنا متاكدين، يعني انا ربما كفاعل مدني متاكد باننا حنا نسير في الطريق الصحيح المتعلق في هذه المحاكمه ديال من قتل تهامي بناني، واننا نوصل الحقيقه. لان حنا ربما كيف ما قال السيد الرئيس نكونوا حتى حنا عندنا واحد المنظور خاطئ، ولكن ربما يكون النظره ديالنا توجدنا صحيح. اذا حنا نؤمن بالعداله ونؤمن بالقانون ونؤمن بكل فصول الدستور المتعلقه في بالحق في محاكمة عادلة. واليوم أنا شخصيا أقر بأن نحن في هيئة وهي الهيئة الثالثة، وكما كيقولوا الثالثة ثابتة، فهذه الهيئة الثالثة هي هيئة صراحة تسير في الطريق الصحيح وتريد أن تناقش الملف وتصل إلى الحقيقة. السؤال الأخير اللي عندي معك هو اليوم كانت المرافعة أستاذ السناوي مرافعة رائعة في عمق القانون، لأنه يعني كيبقى الحق ديالو بطبيعة الحال، ويناقش أربع أو خمسة نقط قوية كيشوف انه فيها الاشكاليات اللي تيطالب بالبطلان ديال القرار ديال السيد قاضي التحقيق، قرار الاحاله. الراي ديالك في المرافعه ديالك كيفاش شفتيها اليوم؟ هو اولا هو كدفاع المتهمين من حقه ان يرافع في الملف بطريقته وان يدفع بالدفعات التي يراها مناسبه لحمايه او الدفاع عن حقوق موكليه، لانه هذا حق الدفاع. واخا يكون الانسان قاتل ولا يدير اي جريمه عنده الحق في الدفاع، وهذا حق مكفول دستوريا. اذا بالنسبه للمرافعه ديال الاستاذ ثناوي كانت مرافعه حاولت ان تستانس بفصول قانونيه. حنا بدورنا لدينا ملاحظات لان سجلنا كل هذه الامور، لدى ملاحظات خاصه المتعلقه مثلا بالانابه القضائيه التي قام بها السيد قاضي التحقيق. السيد قاضي التحقيق هو قاضي التحقيق وقاضي قانون، يمكن ان يستمع بناء على الفصول القانونيه، ولكن عندما يجد بانه في مرحله بحثه التمهيدي مع المشتبه فيهم بانه تغيب عنه امور عديده ولا يمكن الوصول اليها لانه ليس تقني،
فيمكن ان يقوم بهذه الانابه ان يستعين، لان لماذا عندنا الضابطه القضائيه؟ الضابطه القضائيه لمساعده القضاه ومساعده النيابه العامه ومساعده القضاء التحقيق. فاليوم هو دار الانابه القضائيه بناء على القانون، وحتى الفصول التي يستانس بها دفاع ديال المتهمين هي فصول تسير في اطار القرارات التي اتخذها قاضي التحقيق، لانه حتى التهم راه وجهها. راه في البدايه تكلم معنا على الشكايه التي وجهت ضد القتل ضد مجهول، ولكن هو كيفها للقتل العمد. فامور اللي هي لا راجعنا المحاضر، احنا الحمد لله كفريق عمل قرانا المحاضر التي نتوفر عليها والوثائق التي نتوفر قراناها بتفصيل وتمعن دقيق جدا. وعندما يتكلم لدرجه انه عندما يتكلم الدفاع نشم اين يريد التوجه. من حقه، كانت مرافعه رائعه، لانه من حقه ان يدافع على حقوق موكليه والمتهمين. نتمنى ان نصل الى الحقيقه، ونتمنى ان تكون هناك، لان بحال روح رياضيه تكون ريح في القانون، تكون عندنا روح رياضيه. حنا نستمعوا الدفوعات وهما كيستمعوا الدفوعات، وفي الاخير راه هيئه الحكم هي الفاصل والفيصل في هذه القضيه. ويتمنى ان نصل، ما بغينا حتى حد يتضرر. نتمنى انا معايا واثاني وامتمني، اتمنى ان يكونوا متهمين ساكن راهم مظلومين، كنتمنى. ولكن راه الملفات والواقع راه شيء اخر. ف نتمنى، حنا بغينا نوصلوا للعداله، ما بغيناش نظلموا شي حد، بغينا نوصلوا للعداله. صمد، شكرا لك، كنتمنى لك التوفيق الام حياه. استاذ زينب، مسار موفق ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا، هذه هي النقط اللي درجت اليوم في الجلسه ديال اليوم. صراحه هيئه لها من تكوين ما يكفي، سياسه وطريقه جد ذكيه وممنهجه بطريقه مرتبه كذلك، من اجل تتبع جميع المراحل ديال الجلسات للوصول للهدف الاسمى والارع والارقى، وهو الحكم العادل، من هو الجاني ومن هو الضحيه. مشاهدينا الكرام، نحن دائما على تتبع على الملف، وسوف نوافيكم دائما بالجديد فيما يخص قضيه تهامي بناني. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.